الرئاسة الأوكرانية: إيقاف إطلاق النار سيكون هزيمة كبيرة للعالم الغربي، والكرملين: محادثة جدة لا قيمة لها ولن تنتهي الحرب، وواشنطن تدفع بسلاح تحذر منه موسكو لتفادي الهزيمة. فما الذي يجري؟ وأردوغان يدخل خط الأزمة الأوكرانية مجددا، وبوتين يرحب، ومسيرات كييف تغزو السماء الروسية، والرد الروسي لا يتأخر، وزيلينسكي ينجو من الاغتيال غرابة. النيجر تقول كلمتها الأخيرة للغرب، وإيطاليا تتدخل. تل أبيب تقترب بخبث من الرياض، وتركيا تحصل على أكبر عقد دفاعي في تاريخها من السعودية، والصين توجه ضربة للفلبين، ومانيلا تطلق تحذيرا شديد اللهجة في وجه أصحاب العيون الضيقة. الجيش الأمريكي يرسل سفنه بجيش قوامه 3000 جندي للبحر الأحمر، فما هو الهدف؟ ما بعد محادثات جدة. الحرب خرجت عن إطارها، والهزائم الغربية تتوالى، أو دعونا نقول الخسائر الغربية تتواصل، وعين الغرب ترمق المبادرة السعودية بطرف خفي. ليعلنها مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودلياك أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيكون انتصارا لروسيا، مضيفا أن هذا سيكون هزيمة كبيرة للعالم الغربي ونهاية النظام الأمني العالمي القائم. ما كل هذا اليأس يا هذا؟ أم أن لك مآرب أخرى؟ ليجيب بودلياك بنفسه وفي ذات التصريح بقوله: إن ذلك يعني الحاجة إلى المزيد من الأسلحة والصواريخ والطائرات. قلت لي بقى، ما تقول من الأول إنك عايز سلاح، لازمتها إيه اللفة الطويلة دي؟ وهنا حدد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا نوعية السلاح الذي تريده كييف بطلبها من واشنطن أن تسلمها صواريخ ATACMS، وذلك في حديث لكوليبا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لمناقشة محادثات جدة. كان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سيلوفان قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبحث مع نظيره الأوكراني زيلينسكي إمكانية توريد صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد، لتورد تقارير وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن قريبة من اتخاذ القرار بشأن تزويد كييف بهذه الصواريخ، لكن الإدارة الأمريكية لم تؤكد صحة هذه التقارير رسميا. بحسب وكالة نوفوستي، هذه الصواريخ التي تحذر منها موسكو دائما، فهل تغامر واشنطن متجاهلة العواقب؟ وعلى ذكر محادثة السعودية، أكدت متحدثة بوتين ماريا زاخاروفا أن اجتماع جدة حول أوكرانيا لا يحظى بأي قيمة له، بمعزل عن مشاركة روسيا وأخذ مصالحها في الاعتبار، أي أن لا قيمة للمحادثات التي شاركت بها أكثر من 40 دولة إن لم يتم إشراك روسيا. فهل وصلت الرسالة إلى كييف؟ حيث أعلن مكتب رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي أن كييف تسلمت جهاز المحاكاة للتدرب على قيادة مقاتلات F-16 الأمريكية من جمهورية تشيك، أعطوهم أجهزة للتدريب على المقاتلات، فمتى تأتي هذه المقاتلات إذن؟ خصوصا وأن الخسائر الأوروبية تزداد مع إطالة أمد الحرب، حيث بلغت الخسائر المباشرة للشركات الأوروبية أكثر من 100 مليار يورو، وهذا فقط بسبب انسحابها من السوق الروسية منذ بدء الحرب الأوكرانية، وذلك وفق صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية التي حللت بيانات أكبر الشركات الأوروبية للعام ونصف العام الماضي. ميدانيا، أعلن فياتشسلاف غلاداكوف حاكم مقاطعة بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية اقتربت من مدينة بلغورود، بينما تم تسجيل سقوط 65 قذيفة أوكرانية في أنحاء مقاطعة بلغورود خلال 24 ساعة، مما ألحق أضرارا بمنزلين وخط للكهرباء. هذا وأعلنت الدفاع الروسي تقدم الجيش الروسي على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وصد جميع هجمات قوات كييف على مختلف المحاور، والقضاء على أكثر من 600 جندي أوكراني. ومع أعداد كهذا، ها نحن نتصفح أمامكم المصدر في الموقع الرسمي للحكومة الروسية. وبالعودة إلى حرب المسيرات، قال حاكم كالوغا الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة في سماء المقاطعة جنوب غرب موسكو. من جهته، أعلن الجيش الروسي أن وحدات مجموعة الغرب التابعة للجيش سيطرت على 7 مواقع تابعة للقوات الأوكرانية، ودمرت سرية مشاة في منطقة أولشان.
فيما قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجمات ب30 صاروخا ونفذت 52 غارة جوية، كما أطلقت 75 مقذوفا من راجمات الصواريخ خلال 24 ساعة. أشارت الهيئة في بيان إلى أن خطوط المواجهة بين الطرفين شهدت 50 اشتباكا، ونفذ الطيران الأوكراني 14 غارة على مواقع القوات الروسية. وكالعادة ليخرج الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ويؤكد بأن أوكرانيا تحقق نتائج كبيرة على الأرض، وأرجع زيلينسكي الفضل في ذلك إلى أنظمة الدفاع الأمريكية على الرغم من عشرات الهجمات التي شنتها روسيا خلال الأسبوع المنصرم. وبين هذا وذاك، كشفت المخابرات الأوكرانية أنها أفشلت مخططا لاغتيال زيلينسكي، وقال جهاز الأمن الأوكراني SBU إنه احتجز مخبرة روسية على علاقة بالتحضير للضربة الروسية كانت ستستهدف الرئيس الأوكراني. وأضاف أن المخبرة كانت تجمع معلومات استخباراتية حول زيارة عشية الرحلة الأخيرة لرئيس أوكرانيا إلى منطقة ميكولايف. الأحداث والتطورات. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يمكن لإسرائيل والسعودية العمل على تطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية حتى لو لم يتبادل البلدان الاعتراف. وأشار نتنياهو لوكالة بلومبرغ إلى أنه يمكن لإسرائيل والسعودية إنشاء ممر اقتصادي يمر عبر شبه الجزيرة العربية إلى أوروبا، يشمل الطاقة والنقل وتكنولوجيا الاتصالات. أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية سامي توقيع اتفاقية مع شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية لتوطين صناعة مسيرات برقدار ومكوناتها في السعودية. وتعد هذه الاتفاقية الموقعة بين الرياض وأنقرة لشراء طائرات المسيرة التركية من شركة بايكار أكبر عقد دفاعي في تاريخ تركيا وفق وكالة رويترز. قال مسؤول فلبيني أن الحكومة الفلبينية استدعت السفير الصيني لنقل احتجاج دبلوماسي على استخدام خفر السواحل الصينية خراطيم المياه ضد قارب إمداد فلبيني في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وكان خفر السواحل الصيني قد أعلن طرد 4 سفن فلبينية انتهكت المياه الصينية بمنطقة ريناي ريف. إلى انقلاب النيجر، حيث أغلق المجلس العسكري الحاكم المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر. من جهتها طالبت الخارجية الإيطالية مجموعة إيكواس بتمديد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري في النيجر لتعلن الإيكواس عن قمة أخرى لأعضائها الخميس المقبل. قال الأسطول الخامس الأمريكي إن أكثر من 3000 بحار وجندي من مشاة البحرية وصلوا إلى منطقة الشرق الأوسط في جزء من إجراءات معلن عنها مسبقا من وزارة الدفاع. وأضاف الأسطول الخامس في بيان أن سفينة هجوم برمائية وسفينة إنزال عبرت قناة السويس في اتجاه البحر الأحمر لتوفير أصول جوية وبحرية إضافية للمنطقة.